لو الحكاية فيها إن فيديو كأن احنا هنشتغل، يعني من فترة الصيدلية كأن احنا جايين نشتغل تاني يوم، وبنيجي بعد كده كنا الأول بنتوقف عن العمل تمام. أما النهاردة احنا دخلنا عند المدير لقينا انه في القرار بتاع رئيس الجمهورية وصل فعلا المستشفى، ولقينا ان احنا برضو يعني مع ظروف البلد ان احنا ايه نتجاوز عن بعض مطالبنا مؤقتا، يعني لحد ما الدنيا تمشي شويه ولا البلد تمشي، وبعد كده على وعد منهم ان هم هيدونا باقي مطالبنا. نسبه الاضراب بلغت قد ايه تقريبا؟ 10% عندنا. لا في الصيدله 10% 5% في الصيدله. لا نسبة الاضراب ماما يعني بتاع ما تزيدش عن 10%. تمام. انت راح حضرتك مطالب الصيادله عموما، هل مطالب مشروعه؟ هل فعلا في حق معدوم؟ طبعا اللي مطالب مشروعه، طبعا مطالب مشروعه. يعني انت لو جيت للوضع المادي طبعا ده وضع سيء جدا، يعني حتى في الجدول اللي عاملينه جدول متحف جدا، واخد بالك؟ يعني 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 انت لو جيت تبص علينا معايا صوره منه، يجي دلوقتي عايز يسوي لك الصيدلي، ولكن احنا ده كله بنعمله عشان ظروف بلدنا. تمام. يعني انت مثلا عندك المعامل الصيدلي بالظبط كده زي ايه يا سيدي العزيز؟ زي مع احترامنا طبعا لجميع الاخوه، يعني مسويه بالعلاج الطبيعي ومسويه بالبيطري ومسويه بالتمريض العالي، واخد بالك؟ يعني كل اللي عمله الصيدلي ده في سنوات عمره وجاي يسويه بالكبير ده من الناحيه الماديه. تمام تمام. من فيديو.